مرحبا بكم في بريف سبور. حلقتنا اليوم برعايه تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليز دي ستود ديجيتال. اي شركه تحب على استبيان رقمي تنجم تتصل بها. الترجي الرياضي التونسي ترشح رسميا للنصف نهائي الدوري الافريقي اثر انتصاره البارح على مازيمبي الكونغولي بنتيجه 3 أهداف دون مقابل. اهداف فريق بسويقه حمل التوقيع كل من غيث الوهيبي في دقيقه 45 وسام بوغيرا في دقيقه 76 والجزائري محمد امين توغاي في دقيقه 86. بالفوز هذا الترجي ديرك هزيمته في مباراه الذهاب في دار السلام بنتيجه 1-0 وضرب موعد مع الوداد المغربي في الدور نصف النهائي. الوداد اللي كرر البارح فوزوا على انيمبا النيجيري المره هذه بنتيجه 3-0 في مراكب محمد الخامس بالدار البيضاء بعد ما وفيت مباراه الذهاب في نيجيريا بنتيجه 1-0. الترجي الرياضي التونسي ضمن البارح الحصول على مبلغ مالي كبير نظير تأهله إلى نصف النهائي. فريق بسويقة باش تنتعش الخزائن متاعو بمبلغ مالي كبير قيمته 1,700,000 دولار من قبل الكاف. هذا باش يلتقي الترجي بالوداد ذهابا في الدار البيضاء بعد غدوة لحد والإياب باش يكون في تونس نهار الأربعاء. الترجي مباشرة بعد تأهله البارح تقدم طلب للجنة تنظيم المسابقة من أجل تأخير موعد مباراة ذهاب نصف النهائي المبرمجة نهار لحد 29 أكتوبر إلى موعد لاحق بسبب صعوبة تنظيم تنقله إلى المغرب. هيت نعطيكم برنامج مواجهات نصف نهائي السوبر الإفريقي. بالنسبة لمباريات الذهاب نهار لحد ماضي ساعتين ميلودي سان داونز الجنوب إفريقي يستضيف الأهلي المصري والسبعة متاع الليل الترجي الرياضي التونسي حل ضيف على الوداد المغربي. بالنسبة لمقابلات الإياب نهار الأربعاء 1 نوفمبر الأربعاء متاع العشية الترجي الرياضي التونسي يستقبل الوداد المغربي وسبعة متاع الليل الأهلي المصري يستضيف ميلودي سان داونز. نهاية الأسبوع تتلعب مقابلات الجولة الأولى إياب من البطولة الوطنية. هيت نعطيكم البرنامج. بالنسبة لغدوة السبت 28 أكتوبر في المجموعة الأولى ماضي ساعتين ونص النجم الساحلي الأولمبي البيجي الملعب التونسي مستقبل سليمان وفي المجموعة الثانية نادي البنزرتي نادي صفاقسي. بالنسبة لمقابلات نهار الأحد ماضي ساعتين ونص كذلك في المجموعة الأولى نادي الإفريقي اتحاد بن قردين وفي المجموعة الثانية اتحاد تطاوين نجم المتلوي. هذا باش يتم تعيين مباراة مستقبل المرسى والترجي في موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لفريق بسويقة. الجامعة التونسية لكرة القدم أصدرت بلاغ أكدت من خلاله مساندة أعضائها للرئيس وديع الجري على أثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. أشار بلاغ الجامعة أنه المكتب الجامعي باش يسعى في إطار ما يسمح به القانون للدفاع عن وديع الجري وإثبات براءته من التهمة اللي توجهت له واللي تتمثل في إبرام عقد على غير الصياغة القانونية. وأكد المكتب الجامعي في بلاغه أنه العقد موضوع الشكاية المقدمة من قبل وزارة الشباب والرياضة لدى النيابة العمومية بتونس هو عقد مبرم بين الجامعة التونسية لكرة القدم والمدير الفني السابق السيد صغير زويتا وتم إبرامه طبق نفس السياق والإجراءات والتراتيب عند أمضاء عقود المديرين الفنيين السابقين على امتداد ما يزيد عن 20 سنة من قبل مختلف المكاتب الجامعية المتعاقبة وأنه تمت المصادقة عليه من قبل وزارة الشباب والرياضة منذ ديسمبر 2020. نحكيو باسكيت. البارحة تلعبت الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثانية للبطولة الوطنية أكابر. هيت نعطيكم النتائج. الزهرة الرياضية انهزمت أمام النجم الرادسي بنتيجة 53-91 والشبيبة الرياضية القيروانية فازت بصعوبة على الملعب النابلي بنتيجة 50-51. نذكروا لنهار الأربعاء تلعبوا 3 مقابلات لحساب الجولة هذه. النجم الساحلي كان هزم أمام نجم حلق الواد 51-63. النادي الإفريقي انتصر 92-77 أمام شبيبة المنازه. والدالية الرياضية بقرنبالية خسرت على ميدانها أمام الاتحاد المونستيري بنتيجة 70-73. من كرة السلة نمشيو لكرة اليد. اليوم الجمعة تتلعب الدفعة الأولى من الجولة العاشرة للبطولة الوطنية أكابر. برنامج اليوم يتضمن 2 مقابلات. المباراة الأولى بين النجم الساحلي ونصرة بولبا في قاعة العوينات بسوسة باش تنطلق مع ماضي ساعتين. ومع الأربعة متاع العشية الترجي الرياضي التونسي يستضيف في قاعة الزواوي نادي ساقيت الزيت. نختموا الريبريك متاعنا بكرة القدم الأوروبية. هيت نعطيكم برنامج أبرز المواجهات اللي باش تتلعب نهاية الأسبوع. بالنسبة لغدوة السبت في الليغا الإسبانية ماضي 3:15 كلاسيكو الأرض بين برشلونة وضيف ريال مدريد. نهار الأحد في البريمير ليغ 4:30 ديربي مانشستر بين المان يونايتد والسيتي. في الكالتشو الإيطالي 6 متاع العشية الإنتر يستضيف روما و9 غير بوع نابولي يستقبل الميلان. وفي الدوري الفرنسي 9 غير بوع كذلك أولمبيك مارسي يستقبل أولمبيك ليوني. كان هذا كل شيء في بريف سبور اليوم. أخبارنا متواصلة على السيت tunisienumerique.com. نتقابلوا في موعد لاحقا. باي باي ناس الكل.